يوم 28 فبراير عام 2021 وبالتحديد الساعة 9:54 بتوقيت جلوسيستر شاير انجلترا، لاحظ السكان المحليين وجود كرة نارية في الغلاف الجوي. حدث نداء عام واتجهت القوات المعنية لمكان الحادث ليتفاجأوا بوجود شظايا نيزك تفتت عبر دخوله الغلاف الجوي. تم جمع الشظايا والتي تصل إلى 500 جرام، تم وضعها في متحف لندنز ناتشرال هيستوري ميوزيوم. ايه الغريب في نيزك وينشكوم؟ وايه علاقته بمصدر المياه على كوكب الارض؟ ده اللي هنعرفه في حلقتنا النهاردة، تابعونا. السلام عليكم واهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من معلومة غريبة. النيزك اللي شافه اكتر من 1000 شخص بالاضافة الى كاميرات المراقبة المختلفة يعتبر من افضل النيازك البحثية، وده لانه تم جمعه بعد 12 ساعة من سقوطه، فبالتالي ملحقش يتشبع بالمياه او الملوثات المختلفة، وده بيديه افضلية في تحليل مكوناته واستكشافه. من خلال الكاميرات قدروا يتتبعوا مصدره، ويقول الباحثون انه من حزام الكويكبات الخارجي بين المريخ والمشترى. كشفت المزيد من التحقيقات ان النيزك من القشرة الخارجية للكويكب الام، والذي تفتت نتيجة اصطدامه بجسم اخر. بعد ذلك استغرق الامر ما بين 200 الى 300 الف سنة فقط للوصول الى الارض. النيزك بيكشف لنا اسرار عن كيفية تكون المياه والمعادن على سطح الارض. متحف لندن للطبيعة والتاريخ قام باعارة النيزك الى فرق بحثية مختلفة لفحصه وتحليله. يقول العلماء ان الارض في نشأتها كانت شديدة الحرارة لدرجة انها كانت ستطرد الكثير من محتواها المتطاير بما في ذلك الماء، ولكن تمتلك الأرض اليوم 70% من سطحها مغطى بالماء، ويشير ذلك إلى أنه كانت هناك إضافة لاحقة. هذا يعزز فكرة جلب النيازك المكونات الكيميائية الرئيسية بما في ذلك الماء من الفضاء إلى كوكب الأرض في وقت مبكر من تاريخها منذ مليارات السنين. نشر فريق من العلماء بحث في مجلة Science Advances بعنوان شاهد فريد من النظام الشمسي الخارجي، واللي بينشروا فيه تحليل للنيزك من حيث مكوناته وازاي نتائج التحليل ده بتؤيد نظرية جلب النيازك العناصر الأساسية من الفضاء الخارجي. 11% من وزن النيزك عبارة عن ماء، ليس فقط بل مشابه تماما للماء المتواجد على الأرض. يعني ايه الكلام ده؟ كل عنصر ليه أكتر من وزن جزيئي. بتحليل المياه اللي على نيزك وينشكومب وجدوا ان الهيدروجين في جزيء الماء والمركبات العضوية الحاملة للكربون والنيتروجين بما في ذلك الأحماض الأمينية مشابها تماما للي موجود على كوكب الأرض. قال الدكتور أشلي كينج من متحف الطبيعة والتاريخ بلندن والمشارك الأول في البحث، وينشكومب مختلف بسبب السرعة التي تم التقاطه بها. هذا يعني أنه عندما نقوم بتحليله فأننا نعلم أن التركيب الذي ننظر إليه يعيدنا إلى التكوين في بداية النظام الشمسي قبل 4.6 مليار سنة. البحث هو مجرد نظرة عامة على خصائص وينشكومب، ومن المقرر أن تصدر قريبا عشرات الأوراق البحثية حول مواضيع متخصصة. سؤالنا، لو المياه اللي على الأرض دي سببها مصدر خارجي، كانت هتحتاج قد إيه نيازك عشان تجمع المحيط ده؟ شاركونا في التعليقات. شكرا لكم، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وادخلوا على القناة او اتفرجوا على الفيديوهات دي، هتعجبكم.